باش نجاوب على السؤال الاخر اللي على مدينه طنجه بالنسبه للسياشو. السياشو كيعرف واحد المسار ديالو، عنده واحد البرنامج اللي غادي ان شاء الله يقدر في قبل ما تم السنه ديال 2020 يقدر يخرج للوجود. راه هو الوتيره ديالو تسرعت لا من ناحيه المعدات ولا من ناحيه البنيه، انهاء الاشغال ديال البنايه ديالو. يلاه نقدر نقول اليوم كان اجتماع عليه باش كيفاش نقدروا نخرجوه في اواخر ديال السنه ان شاء الله باذن الله، وربما في سبتمبر او في اكتوبر ان شاء الله باذن الله. الوغ المجهودات كلها كدار على مستوى ديال طنجه، كان تعزيز ديال البنيه التحتيه، كان تجهيز كذلك بليزوكسيجين جميع المستشفيات باش على الاقل يتكلفوا، كان كذلك تجهيز يعني مصحات خاصه للتكفل كذلك بالمرضى المصابين. هنا كيبين بان كاين واحد الخيرات كلي ديال جميع الاطقم الصحيه لا من القطاع الخاص ولا من القطاع العمومي للاحتواء ديال هذا الفيروس. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.